جولة فيينا السابعة انتهت، حديث عن تأجيل وطهران تفرض شروطا على وضع الكاميرات الأممية في كرج. البرد يقتل 3 أطفال في مخيمات النازحين في مأرب، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن يعلن نقصا بأكثر من 1.5 مليار. يا ناس والغرق نار. السيول تقتل 11 شخصا على الأقل في أربيل في كردستان العراق وتغرق المنازل. التونسيون إلى الشوارع في الذكرى 11 لانتفاضتهم، ووزير الداخلية يتفقد أمن بورقيبة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه النشرة الإخبارية من الحدث، نبدأها من تطورات الملف النووي الإيراني، حيث تختتم اليوم الجولة السابعة من المفاوضات النووية مع إيران بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي منسق الاجتماعات. وسيعقد اجتماع رسمي للجنة المشتركة مع إيران للاتفاق على نص التفاوض واستكمال المحادثات خلال الأيام القادمة. في الأثناء قال كبير مفاوضي إيران في فيينا علي باقري كني أن تقدما جيدا تحقق هذا الأسبوع في المفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، مضيفا أن المحادثات ستتواصل في غضون عدة أيام بعد جلسة اليوم. قبل ذلك قال 3 دبلوماسيون أن الأطراف المتبقية في فيينا ستجتمع اليوم لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني. كما أكد أحد الدبلوماسيين أنه من المقرر استئناف العمل في 27 من الشهر الجاري، فيما حدد دبلوماسي آخر إطارا زمنيا بين عيد الميلاد ورأس السنة. هذه هي الجولة السابعة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، والرامية لإعادة كلا الطرفين إلى الامتثال الكامل للاتفاق. من فيينا تنضم إلينا من جديد موفدة الحدث راغدة بهنام. راغدة أهلا بك، ربما بانتظار الاجتماع لاختتام جولة المفاوضات السابعة، هل هناك أي تصريحات أو تسريبات جديدة حول ما سيتضمنه الاجتماع أو على الأقل أي نتائج لهذه الجولة؟ أهلا بك ربا. ربما يمكن القول بأنه النتيجة الآن بأنه بات هناك قاعدة جديدة للتفاوض مع الوفد الإيراني بعد توقف، يعني بعد أن توقفت هذه المفاوضات لأكثر من 5 أشهر 6 أشهر تقريبا، ريثما جاء الوفد المفاوض الجديد. الآن هناك مسودة جديدة سيتناقش المتفاوضون عليها. هذه المسودة هي أساس للمسودة القديمة التي تم وضعها في الجولات السابقة، أضيفت إليها المسائل التي حملها معه الوفد الإيراني برئاسة علي باقري كني. وما زالت هناك الكثير من الفراغات المتبقية في هذه المسودة سيبدأ العمل عليها، يعني بعد أن تعود هذه الوفود للاستئناف. الآن الوفد الإيراني يقول بأن الكثير من التقدم تم تحقيقه، علي باقري كني كان يقول هذا الكلام ليل أمس بأنه تم تحقيق الكثير من التقدم، ولكن يعني الأطراف الغربية تقيس هذا التقدم بمقياس مختلف. يعني التقدم الذي تقول بأنه تم تحقيقه الآن هو إيجاد هذه القاعدة المشتركة لاستئناف التفاوض، ولكن هذه القاعدة قد تكون أعادت المتفاوضين إلى الوراء لتاريخ يعني أقدم من 20 يونيو، يعني عندما توقفت هذه المفاوضات مع الإدارة الإيرانية السابقة. لذلك الآن يعني الغربيون يسعون لتسريع هذه المفاوضات، يعني الجولات المقبلة ستكون لن يكون فيها يعني لن تكون فترة الاستراحة بينها طويلة، لأنه في المقابل ما زالت إيران مستمرة بتطوير برنامجها النووي، ورغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رافائيل جروسي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران. هل في أي ردود فعل حول هذا الاتفاق أو مواقف؟
يعني تم سؤال رافائيل غروسي ما إذا كان الأمريكيون راضون أو غير راضين عن هذا الاتفاق، وقال لم يسمع بأنهم غير راضين، ولكن يعني هذا الاتفاق ينظر إليه على أنه إشارات إيجابية من إيران ربما، وبأنها توحي بأنها يعني ستدخل هذه المفاوضات يعني بجدية، وربما يعني بهدف أن يكون هناك اتفاق. ما زال غير واضح ما إذا كانت يعني الوفد الإيراني المفاوضون يفاوض بغرض التوصل لاتفاق أم بغرض يعني المراوغة وكسب الوقت للتقدم بهذا البرنامج النووي، لأنه أيضا يعني الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تعرف ما الذي يحصل داخل منشأة كرج وغيرها من المنشآت إلا إذا تم التوصل لاتفاق. يعني وهناك أصلا يعني فترة ربما 5 أو 6 أشهر كاميرات المراقبة لم تكن موجودة داخل هذه المنشأة، ولم تسمح إيران بتركيبها. هناك معلومات ضائعة في هذه الفترة كان يتحدث عنها غروسي، ولكن قال بأنه يمكن للمفتشين أن يقدروا ما الذي حصل فيها لأنه لديهم التسجيلات يعني من الفترة الماضية. نعم. وسيحصلون على التسجيلات على الأمل يعني أن يحصلوا على هذه التسجيلات في المستقبل إذا تم التوصل لاتفاق. نعم بالتأكيد سنتابع معك كل التطورات. شكرا لك من فيينا مفدة الحدث راغدة بهنان. بعد يوم واحد على اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تركيب كاميرات جديدة في موقع كرج، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الإيرانية محمد إسلامي، قال إن تركيب الكاميرات سيكون مشروطا بالمراجعة الأمنية والقضائية وحل غموض الهجوم على الموقع، مضيفا أن الاتفاق يسمح بقدوم مفتش من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران ومعه كاميرات جديدة ويجيب على الأسئلة الفنية الخاصة بالكاميرات في حضور مسؤولين أمنيين وقضائيين لحين استكمال التحقيق في القضية وما يتعلق بالحدث. وبحسب تصريحات سفير إيران في لندن فإن بلاده تريد دليلا على أن كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تتعرض للاختراق في موقع كرج وتستخدم في الهجوم على الموقع قبل 5 أشهر اتهمت فيه طهران آنذاك إسرائيل بالوقوف ورائه. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الوكالة تفتقد لمعلومات كبيرة لا يمكن الاستغناء عنها بشأن برنامج إيران النووي، وأنهم قلقون بشدة بشأن هذه التطورات، مضيفا أنهم لا يمكنهم الاطلاع على محتوى كاميرات المراقبة إلا بعد التوصل لاتفاق مع إيران. وقال المدير العام للوكالة الدولية أن المعلومات الموجودة في كاميرات المراقبة لا يمكن التلاعب بها، وأنه في حال اتفقت إيران والوكالة من الممكن الحصول على معلومات بشأن النووي الإيراني. وعرض المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية كاميرات المراقبة التي يتم تركيبها في المنشآت النووية الإيرانية وشرح مزاياها مؤكدا أنه لا يمكن التلاعب بها. هذه القطعة داخلها يوجد ذاكرة التخزين وهي عبارة عن بطاقة ذكية تحتفظ بالمعلومات وكذلك الصور المخزنة فيها. فعلى سبيل المثال ستشاهدون الفيديو الذي تم تسجيله. على أي حال إذن هذه هي الكاميرات التي لحق بها الضرر، وربما لديكم بعض الأسئلة حول عمل هذه الكاميرات. هذه الكاميرات لا يمكن التلاعب بها، فهي تكون مشمعة، والشمع هو ليس الشمع التقليدي المعروف. فعندما يتم غلق الكاميرا وإذا تم فتحها فهذا يكون جليا وأنه تم التلاعب مع الكاميرا، فلا يمكن الانتهاك هذه الكاميرات من قبل أي شخص كان. للحديث عن كل هذه التطورات ينضم إلينا من دبي الصحفي المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك. مسعود أهلا بك. اتفاق إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتركيب كاميرات جديدة في كرج تحديدا، كيف يمكن أن يخدم مسار المفاوضات النووية بتقديراتك؟
تحياتي لك والمشاهدين الكرام. أهلا بك. باعتقادي هذا الموقف هو ضمن الأوراق التي تلعبها إيران في المفاوضات النووية. مسألة الكاميرات، نصب الكاميرات، التأخر في نصبها، الموافقة على نصبها، هي ضمن عملية تكتيكية تمارسها إيران في المفاوضات النووية، ويمكن اعتبارها ضمن عملية التسويف أو قتل الوقت للمفاوضات، بغية إطالتها لهدف واحد وهو جعل الطرف الآخر يتعب ويقدم تنازلات لإيران، لأن إيران لا تريد أن تتنازل بالكامل عن ملفها النووي، وتريد أن تحافظ على القدر الأكبر الممكن من الامتيازات التي قد تحصل عليها من خلال المفاوضات. لذا عندما تحدثت عن مجمع تسا اللي هو في كرج، تضرعت إيران بمسألة الهجوم على هذا المجمع النووي، ففي واقع الأمر حولت هذا الهجوم إلى أيضا ورقة تفاوضية، فقالت يجب أن نبحث الشؤون الأمنية والقضائية. طيب هذه الشروط وحتى يعني الإفراج عن المواد المسجلة داخل هذه الكاميرات بشرط رفع كل العقوبات، كيف يمكن أن يتم التعامل معها أوروبيا وأمريكيا ضمن مسار مفاوضات فيينا برأيك؟ المشكلة الرئيسية هنا الحكومة، الإدارة الأمريكية الحالية، حتى لو هددت، حتى لو رفعت سقف التهديد إلى التلويح بالعمل العسكري، لا أعتقد بأنها تقوم بذلك، وإيران تعرف ذلك وتشعر به، لأن هذه الإدارة هي منذ البداية منحت إيران فرصة التراجع عن التزاماتها عندما أظهرت مرونة قصوى في بداية مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة. وإيران تستفيد، وهذا أمر طبيعي، عندما الطرف الأمريكي أظهر هذه المرونة أن يستفيد الطرف الآخر منه. لذا هذه الإدارة باعتقادي سوف ولكنها هددت، يعني هددت إيران باجتماع مجلس المسعود، هي الإدارة الأمريكية هددت إيران باجتماع مجلس الحكام وأن يتم إدانة إيران ونقل الملف لمجلس الأمن. على هذا الأساس يعني قبلت إيران بهذا التنازل بحسب ما يصفه البعض، ولكن إلى أي مدى ممكن أن يصار بالفعل إلى رفع العقوبات كما تريد إيران، أم أنه سيتمسك المجتمع الدولي بموضوع رفع العقوبات بشكل جزئي وليس كلي؟ إيران أخذت الإشارة الخاطئة من الإدارة الأمريكية عندما ترى بأن هذه الإدارة قد تكون مرنة، ولكن هناك قوى ضغط داخل الولايات المتحدة الأمريكية قبل قوى الضغط في الخارج على الإدارة الأمريكية. هناك جميع الجمهوريين وإلى جانبهم عدد كبير من الديمقراطيين لا يوافقون بإلغاء العقوبات مرة واحدة، وخاصة العقوبات التي لا تتعلق بالملف النووي. أعتقد بأنه هذه المفاوضات سوف تستمر، لأن إيران لا تريد إنهاء المفاوضات لو كانت هناك شروط صعبة عليها. والطرف الآخر أيضا باعتقادي إذا لم يتخذ موقفاً صارماً سوف تستمر إيران بهذا الأسلوب. نعم، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. أيضاً من دبي كنت معنا الصحفي المختص في الشأن الإيراني مسعود الفك، شكراً لك مسعود. من الأمم المتحدة جدد سفير إسرائيل جلعاد أردان التعهد بأن بلاده لن تسمح بأن تصبح إيران دولة عتبة نووية، وأوضح السفير الإسرائيلي أنه اصطحب وفدا من سفراء الأمم المتحدة في جولة لتوضيح التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل شملت الحدود الجنوبية ونفقا لحزب الله اللبناني. وأردان أيضا دعا العالم لإدراك أن الاتفاق النووي مع إيران لا يعالج دعمها لمنظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله وتأثيرها المدمر على لبنان والمنطقة، مطالبا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أيضا بممارسة ضغوط مكثفة على إيران للتوصل إلى اتفاق يعالج هذه التهديدات والبرنامج الصاروخي الإيراني.
وفي ظل استمرار المحادثات النووية في فيينا بين إيران والدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة، حذر ما يقارب 3000 من القادة العسكريين ومسؤولي المخابرات الإسرائيلية من أن أي اتفاق نووي جديد مع إيران سيشكل تهديداً كبيراً على أمن إسرائيل. واعتبر القادة الإسرائيليون أن الاتفاق النووي عام 2015 معيب بشكل قاتل، والعودة إلى هذا الاتفاق سيكون خطأً فادحاً. وتابعوا أن هدف إيران من الاتفاق النووي هو خلق مظلة نووية تمكنها من السيطرة على المنطقة، ولقبول أي اتفاق وفقا للإسرائيليين طالبوا بأن يتضمن الاتفاق الجديد آلية تحقق وإشراف أكثر شمولا، بالإضافة إلى ضرورة أن تحظر الصفقة الجديدة تطوير إيران للصواريخ البالستية. كما يتعين على الولايات المتحدة أن تضغط من أجل إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بموجب آلية تعرف باسم سناب باك. وشدد القادة الإسرائيليون على ضرورة أن يجدد أي اتفاق جديد حظر الأسلحة المفروض منذ فترة طويلة على إيران، والذي انتهى في أكتوبر 2020، داعين إلى الإبقاء على عقوبات الإرهاب ضد الحرس الثوري الإيراني بموجب أي اتفاق جديد. قدمت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمنع إيران وميليشياتها من الحصول على مسيرات فتاكة. وقالت اللجنة في بيان إن اعتماد إيران المتزايد على المسيرات وتصديرها يمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي. وشددت لجنة العلاقات الخارجية على ضرورة تعامل واشنطن لوقف إرهاب إيران الإقليمي ومعاقبتها على سلوكها المزعزع للاستقرار. بدوره قال النائب الجمهوري جيم ريتش إنه سبق وتم التحذير من خطر هجمات بمسيرات نفذتها إيران ضد العراق والسعودية. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. قناة إسرائيلية تكشف تدريب منظمة استيطانية أعضائها على أداء صلاة المسلمين ودخول الأقصى بزي عربي. الآن نرافق القوات اليمنية في طريقها إلى جبهة أطرينا. سقوط صاروخ باليستي، فشلت الميليشيات الحوثية في إطلاقه. ماذا يمكن أن نقرأ من وراء الغارات التي شنها طيران التحالف؟ الميليشيات الحوثية إلى هذه اللحظة تخسر الكثير من معداتها ومن قواها البشرية. نحن أول من وصل إلى هذه الجبهة، جبهة أطرينا بمحافظة حجة على الخطوط الأمامية. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 264 حوثي. مجزرة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي، هذه المرة طالت المدنيين في دمار. أكثر من 800 أسرة يمنية تم تهجيرها قسرا هذا الأسبوع. هناك 32 مليار دولار وصلت إلى هذه المنظمات لم يستفد منها هؤلاء النازحين. الوضع الإنساني في العبدية، هل هناك تحركات من قبل المنظمات العالمية؟ تخبرنا الآن قوات الشرعية هنا أن هناك مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي وأن علينا مغادرة هذه الجبهة الآن. الآن وفي كل مكان من العالم وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناس، في
في قرارات قادة وفي مصائر دول، لأن لكل خبر تداعياته. تابع الحدث في مكانه وزمانه. من جديد إلى اليمن. أفادت تقارير من اليمن بوفاة 3 أطفال خلال ديسمبر الحالي في مخيمات النزوح في محافظة مأرب بسبب البرد القارس مع دخول فصل الشتاء. في ظل الأوضاع المعيشية المتردية التي يعيشها اليمنيون في المخيمات، ويزيد برد الشتاء من معاناة هؤلاء مع اضطرارهم للمبيت في العراء أو في خيم بدائية ورديئة الجودة وعدم توافر ملابس أو وسائل التدفئة تقيهم من البرد، بالإضافة لضعف الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإغاثية في تلك المخيمات. دعا منسق الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي إلى ضرورة توفير الاحتياجات اللازمة لمساعدة الشعب اليمني، مشيرا إلى أن المنظمة تفتقر إلى أكثر من 1.5 مليار دولار لتوفير الدعم اللازم للشعب اليمني. لقد استفدنا أكثر من 2 ملياري دولار لدعم الشعب اليمني، وهو أقل من 60% من المتطلبات، بالتالي ما زلنا نفتقر إلى 1.6 مليار دولار في هذه المرحلة. نحن نواجه أزمة مع دخولنا لعام 2022، فعلى سبيل المثال خط إمداد برنامج الغذاء العالمي ضعيف للغاية، لديهم فقط 30% من الأموال التي يحتاجونها لتغطية الفترة من ديسمبر إلى مايو. إذا لم يتغير هذا الوضع، سيتطلب تقليص حصص الإعاشة ل8 ملايين شخص. من داخل مخيم الحمى للنازحين في مأرب ينضم إلينا موفد الحداثة أحمد بيجاتو. أحمد، أهلا بك. لو تضعنا في صورة آخر التطورات طبعا في مخيمات النزوح وتحديدا حيث أنت موجود. نعم روبا، أهلا بك. أنا الآن داخل أحد المخيمات في مدينة مأرب. هذا المخيم هو معبر تماما عن ما يحدث في بقية المخيمات التي يصل عددها إلى 182 مخيما. هذا هو مخيم الحمى، أو يمكن ما نطلق عليه بقايا أو ما بقي من هذا المخيم. هذا المخيم كذا يضم 298 أسرة بما يعادل 1500 نازح. هذا ما بقي من، سأستعرض الكاميرا، يعني كما تشاهدين قلة من العشش والخيام الصغيرة هي فقط التي باتت موجودة. وبالمناسبة هذا المخيم كانت تديره منظمة الهجرة الدولية واليونيسيف، يعني هذا مخيم تابع للأمم المتحدة وليس تابعا لمحافظة مأرب أو تديره إدارة مخيمات النازحين، على الرغم من بساطته في أغلب أماكنه، أو في أغلب، يعني نجد بعض العشش موجودة، قليل من الخيام، لكن بعد أن استهدف أكثر من مرة بصواريخ باليستية من قبل الحوثي بات هذا هو المخيم، يعني هجروا ساكنوه وذهبوا إلى مخيمات أخرى. ولأننا لا نتحدث أو نطلق الكلام بدون أدلة، ستجدين بقايا للصاروخ، ستستعرضها الكاميرا الآن، هذا بقايا لأحد الصواريخ التي سقطت بجانب المخيم. هذا هو الصاروخ سقط بجانب المخيم، هناك صاروخ آخر سقط في بالقرب من أحد الخيام ما أسفر عن إصابة أم وأطفالها، أحدهم حتى الآن في العناية المركزة وحالته خطيرة. يعني هذه المشاهد هي مشاهد معبرة عما يحدث ليس فقط هنا في مخيم الحمى، وإنما في باقي المخيمات في اليمن. هذه المخيمات تتعرض لاستهداف مستمر من قبل ميليشيا الحوثي التي لا ترى في المعاناة التي يعانيها ويعيشوها النازحون هنا كافية، وإنما تزيد هذه المعاناة باستهدافهم بصورة مستمرة بالصواريخ وبس أيا كان نوع هذه الصواريخ. طيب أيضا في مخيمات النزوح أيضا أحمد، كيف يعيش اليمنيون داخل مخيمات النزوح في هذه الظروف، خاصة مع يعني البرد الشديد، نقص الإمدادات الأممية، وكل التقارير التي تتحدث أيضا عن نقص الإيرادات للمنظمات الإنسانية؟
نعم، هذه مشكلة أيضا أخرى تضاف إلى معاناة النازحين هنا في محافظة مأرب. بالمناسبة محافظة مأرب تضم في مخيماتها 62% من النازحين على مستوى اليمن، يعني أكثر من نصف ويزيد عن نصف النازحين في اليمن هم فقط في هذه المحافظة. بالطبع هناك معاناة شديدة مع دخول فصل الشتاء، وساعات الليل يكون البرد قارس بصورة كبيرة، ما يؤثر على الكثير خاصة كبار السن والأطفال. إدارة النازحين هنا تتحدث عن وفاة 3 أطفال جراء البرد القارس الذي أصابهم. إذا كنا نتحدث عن وفاة أشخاص جراء البرد، هؤلاء ينقصهم المأوى المناسب. معظم أو كثير من الخيام غير مؤهلة للتعامل مع هذا الجو، هم موجودون في مناطق صحراوية، كثير من هذه الخيام هي عبارة عن عشش وليست خيام مؤهلة. أيضا هناك حاجة إلى البطاطين، إلى المواد الإغاثية، المواد الطبية. إذا كنا نتحدث عن منظمات الدولية هي في حاجة إلى مزيد من الدعم، فبالك من محافظة مأرب التي تستقبل هذا الكبير من النازحين. بالطبع هناك مساعدات تقدم لكنها لا تكفي ولا تفي على الإطلاق باحتياجات هذا الكم الكبير من النازحين الذين يتزايد عددهم بالمناسبة يوما بعد يوم. يعني بعد أن كنا نشهد نازحين يأتون من مناطق مختلفة، الآن النزوح يأتي من مأرب. النازحون كانوا في مخيمات في جنوب مأرب كمخيمات الروضة وغيرها، نزحوا إلى مخيم كهذا المخيم، مخيم الحمة، ثم نزحوا أيضا بعد ذلك إلى مخيم كمخيمات أخرى كمخيم السمية وإلى غيرها. وإذا لحقتهم صواريخ الحوثي سينزحون مرة أخرى إلى مخيمات جديدة. هذه المعاناة تستمر مع وجود الصواريخ واستهداف المتعمد من ميليشيا الحوثي لهؤلاء النازحين. نعم، أشكرك جزيل الشكر أحمد. بالتأكيد سنتابع معك أي تطورات أيضا جديدة من داخل مخيم الحمة للنازحين في مأرب. كنت معنا مفدى الحدث أحمد باجاتو، شكرا لك أحمد. استهدفت طائرات التحالف آليات وتجمعات لميليشيا الحوثي في المجمع الحكومي في محافظة الجوف، وكانت المواجهات اشتدت في جبال سلبة والقعيف التابعة لمديرية برط بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية، حيث ألحقت قوات الجيش خسائر في صفوف الميليشيا حين صدت محاولة تسلل لعناصر الميليشيا على مواقع تمركز الجيش الوطني في جبهة الخنجر. هذا واعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع 45 عنصرا من مقاتليها خلال المعارك مع الجيش والمقاومة جنوب مأرب. وعلى مدخل مديرية حريب رفع الحوثيون لوحة إعلانية ضخمة وضعوا عليها صور القتلى. طالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بموقف حازم إزاء جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن في مناطق سيطرتها وبتصنيفها منظمة إرهابية وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب. وأوضح الأرياني أنه في اليوم الذي أحرز فيه المنتخب اليمني بطولة غرب آسيا للناشئين، كان الطفل عبد الرحمن فؤاد التوهمي بطل اليمن في رياضة الجمباز للناشئين يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن استدرجته ميليشيا الحوثي وزجت به في هجمات انتحارية في جبهة مأرب إلى جانب الآلاف من أقرانه. وقال الأرياني أن جريمة الطفل التوهمي هي واحدة من الآلاف لجرائم القتل التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق أطفال اليمن، والتي تؤكد وحشيتها ودمويتها واستغلالها البشع للأطفال للقتال في صفوفها في تجاوز صارخ للقوانين والمواثيق الدولية. إلى العراق، قتل ما لا يقل عن 11 شخص بينهم طفلة بسبب السيول التي اجتاحت محافظة أربيل شمال العراق. وبحسب ما أعلنه محافظ أربيل في إقليم كردستان، فقد تسببت السيول بخسائر مادية كبيرة واجتاحت مناطق سكنية في المحافظة وعددا من السيارات، ما أدى إلى غرق عدد من المنازل ودخول المياه إليها وتعطيل حركة السير. هذا وطالب رئيس إقليم كردستان بالمساعدة العاجلة للمتضررين من السيول، كما أعلنت وزارة الكهرباء في إقليم كردستان
على التوقف التام لإمداد الطاقة في محافظة دهوك وأجزاء من محافظة أربيل نتيجة الأضرار بسبب الأمطار والسيول. وتقوم السلطات المختصة في محافظة كركوك بإجلاء العوائل المحاصرة نتيجة السيول، كما أدت الأمطار إلى سقوط الجسر الحديدي جسر الكوير وتوقفه عن الخدمة بشكل كامل. يا عالم! يا ناس! وانغرقنا! إلى عسايش أربيل، إحنا في روشنبيلي، وصل الغرق إلى متر ونصف البيوت. إلى عسايش أربيل. أنا وقعت باربي أنا داركي لا فاقة. سلامتكم هم الله إن شاء الله. وللوقوف عند هذه التطورات من أربيل ينضم إلينا مراسل الحدث أحمد الحمداني. أحمد، أهلا بك من جديد. في الساعة الماضية كنت تتحدث عن عدد الضحايا، بلغ أكثر من 10 ضحايا في السيول والأمطار والفيضانات في أربيل، وكنت تتحدث أيضا عن طفل مفقود. هل هناك أي تحديث لهذه المعلومات أو معلومات جديدة؟ فيما يخص هذا الموضوع أو هذا السؤال، هناك طبعا اجتماع لمجلس وزراء اجتماع طارئ برئاسة مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، ويضم أيضا محافظ أربيل لتدارس حيثيات السيول، وهناك خصوصا أن هناك كانت أمطار كثيرة وكثيفة واجتاحت المنازل، ولم يكن هناك أي بيان حتى الآن فيما يخص الأعداد الأخيرة. كنا أو لازلنا في حي دار التوف في موضوع وشاهدنا موضوع الرصد، وشاهدنا الفرق الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي ترسخ مع الحكومة في تجري إحصاءات في المنازل من أجل انتهاء من الإحصاءات، وهذا لم يصدر حتى الآن. لكن دعيني فقط أقول أنني في منزل منكوب في هذا اخترت هذا المنزل لأنه كي أشرح ما الذي جرى هنا في المنزل. وصل حد المياه إلى هذا الحد، وصلت المياه أي بمتر وخمسة وسبعين أو متر وثمانين سنتيم تقريبا. وطبعا هنا في هذا المنزل كان هنا ثلاث نساء داخل هذا المنزل. هذا المنزل وصلت المياه، كانت الأبواب موصدة الساعة الثالثة فجرا بحسب رواية الجيران. كان هنا ثلاث نساء، من المفترض أن كل الجيران أو كل المنطقة كانوا توجهوا إلى الطابق الثاني، و كان قد تعذر على النسوة أن يصلوا إلى هذا الدرج أو السلم كي يتخلصوا من المياه لهذا الحد، وهم محاصرون داخل المنزل، والجيران حاولوا أن يدخلوا إلى هنا لانتشال النساء، إلا أن النساء
للأسف قد غرقنا في هذا المنزل، وقد نقلت جثثهما صباحا الى الطب العدلي ومن ثم الى المقبرة من قبل ذويهم. بالتالي هذا المنزل منكوب، فيه ثلاث نسوة قد فارقنا الحياة في ساعة واحدة، في الساعة الأولى من مداهمة المياه والسيول إلى المنازل، ووصلت إلى هذه المستويات التي كما ذكرت أكثر من 180 قرابة المترين في هذا المنزل لوحده. طيب أحمد، أيضا يعني ما هي الإجراءات والترتيبات المتخذة بشكل رسمي في الإقليم؟ هناك طبعا الفرق في الإقليم، لازلنا في دار التول، المنطقة الشرقية المنكوبة والمنطقة روجنبيري، وهذه المحياة التي صارت فيها سيول. هناك إشارات إلى أن السيول قد أتت من مكان خزان مياه، التحقيقات جارية هل أن هذا خزانات المياه أو الطبيعية، ربما تكون هناك سدات ترابية في هذه المنطقة أو قريبة من المنطقة، ربما هي التي انكسرت أو فتحت أو لم تتحمل ضغط المياه وانفتحت على هذه الأحياء التي غرقت بالكامل ووصلت مناسيب المياه إلى مترين. هذا طبعا هذه رواية، دعينا ننتظر الرواية الحكومية والأسباب التي ربما تكون وراء اندفاع مثل هكذا موجة سيول قوية إلى الأحياء السكنية. وزارة الكهرباء في هذه المنطقة، وزارة الكهرباء أيضا كانت تتحدث عن قطع الكهرباء عند هوك، هل لا تزال مقطوعة؟ هل هناك يعني وقت محدد حتى تتم إعادة الكهرباء؟ فرق الصيانة في وزارة الكهرباء أيضا من ضمن الفرق المستنفرة في هذا الجهد الحكومي الكبير، وربما حتى المساء تتمكن أن تصلح الخطوط، خصوصا وأن الخطوط هي في منطقة مفتوحة ليس فيها ما فيها من تحديات سيول وما إلى ذلك. بالتالي فننتظر بيانات وزارة الكهرباء حتى توضح أنها أعادت ولو جزء قليل يسير من تلك المرحلة من مراحل ذلك الدمار الذي نشب في شبكة نقل الكهرباء ما بين العاصمة إربيل وما بين دهوك. الجهود الحكومية كما قلت مستمرة، ولكن المأساة كما تشاهدين، المأساة على ما يبدو ليست بالقليلة أن تداهم وأن أن 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 تغرق وأن أن يتوفى الأطفال والنساء في داخل منازل في داخل المنازل، وحقيقة في أوقات متأخرة، في ساعات متأخرة من الليل، لا يمكن الوصول إليهم حتى من الجيران الذين كانوا فوق الأسطح والطوابق الأخرى فوق الطابق الثاني أو الثالث. أشكرك جزيل الشكر من أربيل، كنت معنا مراسل الحدث أحمد الحمداني، شكرا لك. كشفت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها أن أثار الأزمة الصحية في العراق وصلت إلى مستشفى سرطان الأطفال في البصرة، فالمستشفى الذي أنفقت عليه الحكومة الأمريكية أكثر من 100 مليون دولار من أجل استكماله أصبح ضحية لنظام رعاية صحية مليء بالفساد والإهمال. الصحيفة تقول أن وزارة الصحة لا تعاني نقصا في المال، فبحسب ميزانية العراق لعام 2021 تم تخصيص 1.3 مليار دولار على الأقل في السنوات الأخيرة لبناء المستشفيات. مسؤولون عراقيون أكدوا أيضا استشراء الفساد في وزارة الصحة بدءا من شراء الأدوية إلى بناء المستشفيات. وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن ربع الأدوية فقط تدخل البلاد عبر القنوات القانونية، والذي تقدر قيمة السوق الأدوية فيه بنحو 4 مليارات دولار في السنة. واتهم مسؤول يعمل في مجال الأدوية الأحزاب السياسية والميليشيات بتغطية هذه التجارة غير المشروعة،
وقال مسؤولون في الجمارك والصحة في بغداد إن غالبية الأدوية المهربة تدخل العراق عبر حدوده المليئة بالثغرات مع إيران، تعبر شاحنات بإذن مسبق مقابل حوالي 30,000 دولار لكل مركبة. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. قناة ليبية تكشف وجود كميات كبيرة من اليورانيوم قرب مطار سبها. وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية، من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً. الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية، المحصلة قد تصل إلى 30 مجتمعة. وصل عبد الله حمدوك إلى القصر الجمهوري وهذه الأخبار العاجلة. هناك انتظار من قبل بعض الشخصيات القومية. خلونا نتوحد كسودانيين ونعاين مصلحة الوطن. اليوم عودة الدكتور عبد الله حمدوك في إطار إعلان سياسي، كيف سيتعامل معها الشارع، بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضا احتجاجا على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا دستورية الذي تم في خطوة اليوم يفتح الباب واسعا أمام اندماج المجتمع السوداني. هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك بهذه الطريقة. هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية، لكنها تدفع ثمن كل ذلك. من جديد إلى الشأن الليبي، حيث أفادت قناة 218 الليبية بوجود كميات كبيرة من خام اليورانيوم المركز والمعروف بالكعكة الصفراء مخزنة في موقع غرب مطار مدينة سبها بنحو 6 كيلومترات. وأوضحت القناة أن الكمية المخزنة تزن قرابة 2600 طن وهي جزء من المواد والتجهيزات التي استوردها النظام السابق في إطار برنامج نووي غير معلن. القناة الليبية قالت إن المادة تثير المخاوف من وصولها لأيدي الجماعات الإرهابية، خاصة في ظل التوترات الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مدينة سبها، كما أن ظروف تخزينها تثير مخاوف تتعلق بالبيئة، مشيرة إلى أنه تم ضبط وافد أفريقي حاول سرقة 3 براميل منها. وأوضحت القناة الليبية أن ليبيا سلمت في وقت سابق المواد والأليات المستخدمة في البرنامج النووي في صفقة مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق بوش الابن، لأنها احتفظت بشكل غير معلن بمادة الكعكة الصفراء، بالإضافة لوقود الصواريخ البالستية المخزنة في مدينة غريان. وأشارت إلى أن تلك المخزونات تحولت لتركة ثقيلة للحكومات المتعاقبة بسبب ضعف الأجهزة الأمنية وعدم توفر الخبرات الكافية للتعامل مع هذه المواد شديدة السمية والخطورة. إلى السودان، وفي متابعة لأزمة شرق السودان، أعلنت قيادة مسار الشرق قبول التعليق المؤقت لاتفاق المسار لمدة 2 أسبوع، وذلك بحسب طلب لجنتي المجلس السيادي والوساطة، مؤكدين استعدادهم للانخراط في عمل اللجان المقترحة لبدء المشاورات لإيجاد حلول تنهي الأزمة في شرق السودان، مشددين في الوقت ذاته على عدم التنازل عن المكتسبات الواردة في اتفاق مسار الشرق والعائدة إلى كل الفئات المجتمعية شرق السودان.
ومن الخرطوم ينضم إلينا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز. أستاذ أشرف أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث. بداية يعني نفهم منك بشكل توضيحي ماذا يعني التعليق المؤقت لاتفاق مسار الشرق وماذا سيتبع هذا القرار بعد أسبوعين؟ التعليق المؤقت جاء وفقا لرغبة المجلس الأعلى للبيجة الذي كان قد قال أنه سيعيد مرة أخرى عملية التصعيد وسيغلق الميناء الرئيس وسيقوم بقفل كل الطرق الأساسية التي تؤدي إلى الخرطوم وبالتالي يمنع حركة البضائع وهذا مما يؤثر على الاقتصاد. كان نائب رئيس المجلس السيادي الفريق حميتي قد تدخل وطلب مهلة من مجلس البيجة واستجاب لذلك، ولكن عندما ستنتهي المهلة في 19 ديسمبر الحالي كان لابد من إجراءات سريعة من شأنها أن تخفف من وطأة هذه الإجراءات إذا اتخذت، فبالتالي استدعت الحكومة الوساطة الجنوبية بقيادة توت قلواك ومن ثم تم التفاكر مع الجهات الأخرى الموقعة على اتفاق مسار الشرق، وبالتالي تم التوصل لاتفاق لتأجيل وتعليق مسار الشرق إلى حين الوصول إلى اتفاق كامل بالتوافق بين كل الأطراف المعنية بقضية الشرق، ومن المفترض أن يتم عقد اجتماع أو من المفترض أن يتم عقد تفاوض جديد بين الأطراف المختلفة الحكومة وبقية الأطراف المختلفة في شرق السودان. إلى أي مدى تعتقد أن المشاورات أستاذ أشرف؟ نعم، إلى أي مدى تعتقد أن المشاورات المرتقبة ستفضي إلى إنهاء مسار الشرق عموما، أم أن الأمور تتجه برأيك إلى إجراء بعض التعديلات على بنوده؟ وبالتأكيد ستكون هنالك تعديلات على البنود لأن كان هنالك اعتراض من مجلس عموديات البيجة والذي بالأمس كان قد يعني بارك هذه الخطوة بتعليق مسار الشرق. بالتأكيد سيبدأ التفاوض من جديد وسيكون هنالك أيضا إضافات جديدة تضاف إلى المسار، والإيجابي في هذه النقطة أن هنالك اتفاقا من الأطراف كلها بأنها توافق على هذا التعليق، ولكن السالب منها أيضا يعني أن هو يرضي كل شخص السودان على أنها مكوناته. أنا كل شرق السودان الآن بمكونات مختلفة وافق على هذا التعليق بما في ذلك القوة الموقعة على مسار الشرق الذي كانت يمكن أن تعترض، ولكن قالت يجب أن يتم هذا التعليق بتحديد مقصوفة زمنية هي 15 يوما أي أسبوعين، ومن ثم يتم التوافق والتوصل لاتفاق بعد هذه التفاهمات. إذن هذه المسألة الآن هيئت المناخ للتفاوض من جديد وأيضا هدأت من وطأة الأزمة بشرق السودان إلى حين الوصول إلى اتفاق. ربما قد يكون هنالك خلاف في التفاصيل، قد يكون هنالك يعني مواجهات ساخنة بين الأطراف المختلفة من مكونات شرق السودان، ولكن بشأن الأزمة هذا يمكن أن يخفف من وطأتها قليلا، ولكن في المقابل أيضا هذا يشجع أقاليم أخرى على أن تحزو ذات الحزو. بالأمس كان هنالك بعض المجموعات من الإقليم الشمالي قالت أنها ترفض أيضا المسار المتعلق بإقليم الشمال وتطالب تعليقه وأن لديها رأي واضح. إذن ما حدث من تعليق لهذا المسار يمكن أن يشجع أقاليم أخرى أن ترفض ما تم الاتفاق عليه في جوبا، وهذا هو الخطر الأساسي الذي واجه عملية اتفاق سلام جوبا التي وقعت في أكتوبر الماضي. نعم. لأنها بنيت على محصصات إقليمية، وهذا ما يجعل أن هذه الأزمة يمكن يعني إذا كان الضغط الذي قام به مجلس عموديات البيجة أدى إلى تعليق المسار فهذا يحفز آخرين على أن يتحدثوا أن يحزوا ذات الحزو. نعم. ويطالبوا أيضا بإلقاء مسار سلام جوبا، وهذا هو التحدي الذي سيواجه الحكومة أيضا. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات من الخرطوم، كنت معنا رئيس تحرير صحيفة الجريدة أشرف عبد العزيز، شكرا لك. شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية والطرق المؤدية إليه تعزيزات أمنية مكثفة منذ صباح اليوم لتأمين التظاهرات والاحتجاجات لإحياء الذكرى 11 للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ووضعت حواجز في الطرق المؤدية إلى شارع بورقيبة مع إجراء تفتيش مدقق للمتوجهين إلى الشارع الذي يحتضن 3 وقفات احتجاجية في أماكن مختلفة.
خرج وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين في جولة تفقدية في شارع الحبيب بورقيبة للاطمئنان على الوضع الأمني في الشارع قبل بدء التظاهرات. جولة صغيرة في سنحتنا نقول صباح خير للزملاء ونشوف الأجواء أجواء تبدو منعشة إن شاء الله هو عيد إن شاء الله نكون احتفل. الو بابو يا ودي انا بورقيبة توا شارع باريس شارع قرطاج بدأ المتظاهرون بالتوافد إلى شارع بورقيبة وسط إجراءات أمنية مشددة، ومن المتوقع أن ينقسم المتظاهرون إلى قسمين، مؤيد للرئيس سعيد والتدابير الاستثنائية وقسم آخر بين رافض لها. كشفت إحدى القنوات الإسرائيلية في تقرير لها عن منظمة استيطانية تعمل على التسلل إلى المسجد الأقصى بزي عربي، ما شكل قلقا أمنيا لإسرائيل من حدوث مواجهة شاملة في ساحات المسجد الأقصى. ففي تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية كشفت فيه قيام مجموعة من المستوطنين اليهود بالتدرب على أحكام الصلاة الإسلامية بغرض التسلل إلى المسجد الأقصى بزي عربي. التقرير الذي بث مساء الأربعاء الماضي يظهر المستوطنون وهم يتدربون على تلاوة سورة الفاتحة وكيفية الصلاة والركوع. كما أظهر التقرير أن الجهة التي تقف وراء هذه الخطة هي مجموعة العودة إلى الهيكل اليمينية المتطرفة والتي تنادي بالسيادة اليهودية على الأقصى. من جهته حذر مفتي القدس وديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من أساليب المستوطنين الذي قد توقع الأذى بالأقصى والمصلين عبر أساليبهم الجديدة لاقتحام المسجد الأقصى. اندلعت مواجهات في قرية قيريوت جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بين أهالي البلدة ومجموعات من المستوطنين الذين اعتدوا على أهالي ومنازل القرية. ونعرض لكم هذا الفيديو الذي يظهر الدمار والتخريب الذي ألحقه المستوطنون بمنزل أحد المواطنين قبل أن يعتدوا عليه بالضرب. هجوم قطاع المستوطنين على قرية قيريوت وتحطيم البيت في الكامل. غاز تحت غاز بتكتب اكيد مش غاز فلفل والله غاز يا الله هجوم قطعان مستوطنين على قرية قيريوت
وتدمير المنزل بالكامل. يا الله. وفي خطاب النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. جولة فيينا السابعة انتهت، حديث عن تأجيل، وطهران تفرض شروطا على وضع الكاميرات الأممية في كرش. البرد يقتل 3 أطفال بمخيمات النازحين في مأرب، والمنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن يعلن نقصا بأكثر من 1.5 مليار. يا ناس والغرقنا. السيول تقتل 11 شخصا على الأقل في إربيل في كردستان العراق وتغرق المنازل. التونسيون إلى الشوارع في الذكرى 11 لانتفاضتهم، ووزير الداخلية يتفقد أمن بورقيبة. ومشاهدينا إلى هنا تنتهي هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.